Sadia Alwalous, Fédération marocaine des droits humains. Aujourd'hui, nous demandons aux autorités de revoir leur position, de libérer tous les prisonniers politiques du Maroc, tous les détenus d'opinion qui croupissent dans les prisons marocaines pour un crime qu'ils n'ont jamais commis. Nous demandons leur libération et que leurs conditions, en tout cas de détention, soient revues et humanisées. Et nous pensons à leurs familles qui souffrent avec eux et qui souffrent tous les jours de devoir leur rendre visite dans des conditions inhumaines. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques. نجوا ابو تشوري عضو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والجمعية المغربية للإنسان فرح حسب التادلة وأعلن تضامني اللامشروط مع المعتقل السياسي والصحفي الحر عمر رادي ونطالب بتنقيله الفوري مراعاة للحالة الصحية التي يعيشها والداه حاليا ونطالب كذلك بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وحراك الريف وتحية نضالية للجميع. عمر رادي ماشي مجرم، عمر رادي تعتقل لأنه فضح ملفات خدام الدولة وأراضي طريق زعير. عمر راضي المكان ديالو الطبيعي هو بين الأهل ديالو والأصدقاء ديالو والصديقات ديالو. مكان عمر راضي الطبيعي هو ممارسة مهامه كصحفي استقصائي وفضح ملفات الفساد. السلام عليكم، معكم نور الدين عواج المعتقل السياسي السابق، وأعلن التضامن ديالي مع أخي وصديقي الصحفي الحر عمر راضي اللي كيتمارس عليه التضييق والاستفزاز والتعذيب الممنهج بسجنته في الجوج انتقام من مواقفه ومن نشاطه ومن قلمه الحر، وكذلك العائلة ديالو اللي كتعرض للترهيب وكتعاني المعاناة. بركة من السياسة القمعية، أعيد عمر لوالديه، أطلقوا سراحه وأطلقوا سراح كافة المعتقلين السياسيين، الحرية للوطن. السلام عليكم، تحياتي للجميع الأحرار والحرائر، معكم العسري محمد الملقب بالفتى الهريب من مدينة سلا، مدينة الشموع ومدينة القراصنة. نطالب بإطلاق سراح الصحفي المقتدر الأستاذ عمر راضي. أطلقوا سراح الكلمة الحرة، أطلقوا سراح الصحافة المستقلة، أطلقوا سراح حرية الكتابة، أطلقوا سراح حرية النشر، أطلقوا سراح حرية القلم. كل احترام وتقدير لعائلة الصحفي النزيه عمر راضي. تحية عالية لكافة المناضلين والمناضلات، تحية لكافة الضمائر الحية في هذا الوطن، الحرية لكافة المعتقلين السياسيين. كيجهد الفيديو انخراطا في الحملة التضامنية مع المعتقل السياسي الصحفي الحر عمر راضي اللي كيتمارس عليه مجموعة من أشكال التعذيب والترهيب النفسي ليه والعائلة ديالو. لذلك كنقولوا كفى من هاد الممارسات الانتقامية ضد الأصوات الحرة، وكنطالبوا بإرجاع عمر بالقرب من الوالدين ديالو وإطلاق سراحه هو وكافة المعتقلين السياسيين. In solidarity with Omar Radi, the independent journalist victim of the draconian police state that is holding Morocco and Moroccans hostages, I'm asking you please to help us reinstate justice, help us free journalism, help us re-establish the meaning of freedom by commanding the immediate and conditional freedom to Omar Radi, to all the wrongfully detained journalists, and to all the political and opinion detainees in the prisons of the draconian state called Morocco. Assalamu alaikum, معكم جميلة سعدان، الناشطة الحقوقية من مدينة مراكش، وأنا كنتكلم تضامنا مع المعتقل السياسي الصحفي عمر راضي، وكنقول كفى من الاعتقالات التعسفية، كفى من الحقرة على شباب بلادنا اللي بغى غير يزيد بالبلاد وبالدم في الاخر تلصق في حباسات. كنطلبوا الافراج لعمر راضي الصحفي، راه هو بريء، والمعتقلين السياسيين الأمثال ديالو أبرياء، عيب وعار، عيب وعار. تسدو الطريق في وجه هاد الشباب اللي بغى الخير لهاد الوطن.
مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا معكم المعتقد السياسي السابق الصحفي شفيق العمراني. عمر راضي صحفي مغربي للعمل صحفي استقصائي على اراضي الجمهور اللي استحوذ عليها المحتل الفرنسي وسلمها للقصر قبل الخروج ديالو من المغرب. ملك المغرب حاليا كيفرق ملايين الهكتارات من هذه الاراضي على مستثمرين صهاينه. عمر راضي شد الملك في الحبس ديالو كاشا ونقلو للحبس ديال تيفلت امعانا في التعذيب ديالو والتعذيب ديال والديه باش يبقى عبره لاي واحد يتكلم على هذه الاراضي مستقبلا. انا شفيق العمراني كنطالب بإعدام عمر الراضي وبإعدام ديالي حتى أنا شخصيا، لأنني أنا وياه دوينا على أراضي المغاربة اللي الآن في ملك ديال الملك وكيفرقها على المستثمرين الصهاينة، وبه وجب الإعلام والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي إطار مبادرة من أجل تقريب الصحفي الحر عمر الراضي من والديه، وطالب أولا بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين السياسيين، وكخطوة أولى أطالب مندوبية السجون وإعادة الإدماج بتقريب عمر الراضي من والديه، أي جلبه إلى سجن عكاشة لتقريبه من والديه كخطوة أولى في انتظار إطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين السياسيين المتواجدين خلف قضبان سجون الدل والعار. الحملة التضامنية مع عمر الراضي، كنقول لكم اطلقوا سراح عمر الراضي، لان عمر الراضي داري خدمته كصحفي استقصائي، جاب لكم لائحة ديال الناس يسمون بخدام الدولة وقال لكم ها كيفاش كيستغلوا ثروات الشعب وها كيفاش يتم تفضيلهم على باقي الشعب. الحرية لعمر الراضي ولباقي المعتقلين السياسيين، وتحياتي للمعتقلين السياسيين في المغرب. السلام عليكم، تحية نضالية لجميع الأحرار داخل الوطن وخارجه. اليوم أعلن تضامني مع المعتقل السياسي والصحفي الحر عمر الراضي الذي يتواجد في سجن تيف الجوج، الذي يمارس عليه التعذيب النفسي والتضييق الممنهج، ومع عائلته التي تعيش المعاناة السجنية. أعيد عمر إلى والديه وأطلق سراح عمر الراضي وأطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين. كلنا عمر الراضي الله يطلق سراحه بهذا النهار، ويطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين، كامل التضامن مع جميع الأسرى المظلومين بالمغرب. تحية لولد بلادي، تحية للصحافي المعتقل عمر الراضي اللي فضح فساد وريح الأراضي حتى لقى راسه واقف قدام القاضي. أعيد عمر إلى والديه بحرية لجميع المعتقلين السياسيين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هشام الحمامي ابن مدينة مراكش المقيم بالديار البلجيكية ببروكسل. نطالب بإطلاق سراح عامة المعتقلين وخاصة الأخ عمر الراضي التي يعاني من التعذيب النفسي والتعذيب لهذا النظام المغربي داخل السجون المغربية، فلهذا لنتضامن كلنا من أجل إطلاق سراح هؤلاء الإخوة التي سجنوا من أجلنا. عاش الشعب.